بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. طبعا يا أخواننا هذه ليست من غرائب هذا الصوفي إنه يعني ما يستفيد من أخطائه، زي ما قال لك أخونا الشيخ أبو بكر مشى الحاج يوسف اشتغل جنبنا ويتورط، الحمد لله طردوه وقربوا بسببه ينقلوا الحمامات، وإلى الآن هو ما دار يستفيد من هذا الدرس، أسوأ من الحمار وهو يحمل أسفارة، فهمت؟ هذا الصوفي البريد. وقبل شوية بيشحت فوقهم 15 جنيه وعشرة جنيه وكده، قال لهم الشغالة دار شغل تقيل، ربنا قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم شنو يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، فهمت؟ ده الخبيث بتاعك. بعدين كلمته وكذبه في البنية الجايبة تتكلم وهو ما فاهم ذاته بتقول في شنو، لو بتشتم فوقه تقول له انت دونكي اريو هذا صنعة وكده وما فاهمه بتقول في شنو ذاته، والله ده زي البليد سائل عرف. المهم جايبه عشان يقنع الناس انه نحن يهود وكده، لكن الليلة تعالى من القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. نفس شغل اليهود اشتغل الصوفية، اتخذوا شيوخهم وأولياءهم وسادتهم وكبراهم أربابا من دون الله. البرعي يجي يقول لك ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي وألهث عطشانا وقد فاض بحركم فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله. ده البرعي قال كده في كتاب رياض الجنة ونور الدجنة، قال وأنتم عيال الله والأمر أمركم إذا شئتم شاء الإله وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. بتاع الختمية قال أنا عرشها والكرسي أنا للسما بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. كلام ده قالوا اليهود، تقول له مستر هنفر ولا غيره، الكلام ده رايك فيه شنو؟ ده قالوا مستر الختم مش مستر هنفر، والجبال قالوا مستر البرعي، فهمت؟ وديك تاني كلام مستر القادري، قال القادري في كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية كلام طويل جدا، قال أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدته، قال أنا كنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي بصق في عيون الأنبياء، فهمت؟ ده قالوا مستر منوه، ده مستر القادري الفوق للسيستر اللي اسمه حميدة، ده نيرسي ما ينفع، فهمت؟ إلى أن يقول قال أنا الذاكر المذكور في كل مضمر أنا الشاكر المشكور في كل نعمتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن كيما يعرفون حقيقتي. فهمت؟ تجي تقول لي مستر هنفر، مستر هنفر أبو منه قاطعنه من شجرة ولا جاي ناطي متلب من وين؟ كذب ساكت. أنا ما بدي برضو ألفق لك مستر مانشستر ما نجر ساي يا زول، جيب لي من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب هس بنتبرى لك منه من العين، فهمت؟ لكن ما بتقدر الدعوة دي يا زول، السعودية دي الكتب دي قاعدين يقروها
ما تجي تمشي بريطانيا وتطبعها في تركيا، السعودية قريبة نص ساعة بالطيارة، تمشي تركيا لكم ساعة؟ هذه السعودية قريبة، وما قاسينا يا بليد يا حميدة، التوحيد ده بيطلعوا بيه وفي صنعتك دي، فهمت؟ بيطلعوا بيه وفي صنعتك، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وكتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التي تدافع عن حق الله، لما يجي يقول لك كتاب التوحيد وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مستر البرعي يخالف الآية دي، أرايك فيه شنو؟ لا تسافر، لا طيارة، لا تركيا، لا رقم إيداع، ده البرعي. البرعي قال أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير، لو أتبعك الصغير لا تميل أبدا لغير، ما تبقى سماني تقلب تجاني. قال كن له قريب جار أو عاك من الكجار ومعاملة التجار في كربك عنده بتغيثك جنده لا تضحك عنده. ده الكلام بتاع مستر البرعي، وهذا الكلام مخالف للقرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وربنا سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولذلك أنا بعتبر إنه الشغل ده شغل بتاع ضرار ساكت، البلد ده الشغل بتاعه ده شغل بتاع ضرار، زول داير اسمع أسي تلقاه قاعد يشحد، فهمت؟ بيشحد ساكت، ده زول داير ياكل عيش. ولذلك الأنبياء كان بيقول النبي لقومه ويا قومي ما أسألكم لا أسألكم عليه مالا، فهمت؟ الأنبياء دارين الأجر من الله، احنا بنتكلم من الناس ما دارين منهم قروش. بعد الحلقة تنتهي أي زول بيفوت، لكن ده بعد الحلقة تنتهي يقول لك الوهابية كتروا وفي 11,000 وهابي ودارين نحاربهم. تحاربنا نحن انت بالهوس بتاعك ده يا زول؟ نحن قدر الله، أتحارب قدر الله؟ ما بتقدر يا زول، والله انت ما سمعت الترابي قال شنو؟ مستر الترابي ما سمعته قال شنو؟ قال هؤلاء ينقسمون انقساما تلغائيا، تلقاهم في العربي 4 وعشان تلقاهم في بحري 37، ما كانوا 4، ما دي الدعوه بتمش كده يا بليد، فهمت؟ ان شاء الله كله سبت و4 خازوق ومسمار شرشر للعاطل.